السلام عليكم ورحمة الله إخواني. غنشرحو السيستيم الجديد ديال بي ال اس، كيفاش ناخدو رونديفو. واخا شوية معقد، أنا دابا شيت لبعض المرات وأنا كنعاود التسجيل، مكيبغيش يدوز ليا التسجيل، يعني كيدير شي مرات. كنت من هالمرة يدوز. ونبدأ في الشرح على بركة الله، وما تنسوش تدعموني بالاشتراك والضغط على زر الجرس. المهم غنجيو هنا نحجز الموعد. طلب موعد كما كتشوفوا هنايا، يعني شي مرات كيكون شويه الضغط، هنا كيكون فين كاين المشكل ملي كتدخل ايميل وكتسجل. غنجيو هنايا نديرو بالنسبة للناس اللي ما مسجلينش، غيجيو هنايا من تحت ونضغطو هنا، غنديرو الاسم ديالنا. وغنديرو ايميل، كنتمنى يدوز هاد المرة تسجيل. وغنديرو نمرة التليفون عشوائية، لوكاسيون، غنديرو مثلا دابا نديرو الناظور، نديرو التسجيل. وانا ما كيبغيش يدوز. كاين مشكل، ما كيبغيش يتسجل. كنبقى نعاود هكا. خاصك تبقى تعاود هكا، المهم هذه هي الطريقة باش كنديرو التسجيل. انا لو بقيت هكا ما غيدوش. انا ديجا مسجل ونشوفو دابا ندخلو. المهم هذيك هي الطريقة، يعني شوية ملي كيكون ملي كنكونش الضغط خصكم تسجلو، هي ديرو ديك الطريقة اللي درت دابا. هذيك هي الطريقة، انا عندي الحساب غندخل ليه ونوريكم، حيت انا ديجا كنت مسجل وتعكس ليا وبغيت نشرح لكم بحساب جديد. كما كتشوف حتى انا كاين التاكس. ونعاودو رونديفو. كما شفتو هو داز، ودابا غنمشيو نوقف الفيديو على ما ندخل الايميل. المهم اخوتي هذا هو
الكود اللي كي وصلنا كنعاودو نفيريفيوه او تي بي، هذا هو او تي بي اللي كتوصلنا كل مره تسجل، كل ما درنا الدخول للموقع كيعطينا او تي بي، هو هذا 46 39. الكود انا ديجا عندي هنايا الكود، سي اف غنديرو لوغين. ها احنا تسجلنا، احنا دخلنا الموقع بلاصة اللي، و دابا نديرو دوموند لو كود. اسمحوا لي خصنا مازال نختارو مدينة، نديرو مثلا نادور و نديرو نورمال، نديرو دوموند لو كود. منتاش 78 قبل الشروط كما كتشوفوا هنايا، غنديروا الموعد اللي بغينا، ندوزو غنعمرو هادشي للناس اللي ما كيعرفوش يعمرو، نشرحو ليكم. غنديرو الساعة اللي بغينا نمشيو ليها، نديرو مثلا 9، نديرو التيب دو فيزا اي شيء نقل. نديرو الاسم ديالنا والاسم العائلي، دات دو نيسونس، ونديرو مثلا باسبور اوردينير، نيميرو دو باسبور مثلا جي اش 170. نديرو دات فاش خدينا الباسبور، نديرو مثلا 2019، نديرو اكتوبر 22 اكتوبر، غيسالي في 24. أكتوبر 22 ليو دو باسبور. ليو دو باسبور هو منين خديتي الباسبور. نديرو مثلا نادور، نختارو واحد مثلا غي اي سي ميس و فوتوكوبي، راه ملي كتمشيو للقنصلية راه داك كيحسبوها ليكم، كيحسبوها ليكم، وباش تخرج ليكم ورقة ديال الرونديفو راه ضروري دير اي سي ميس ولا فوتوكوبي، راه ضروري. هنا نكليكي ونشوفو، هذا هو المشكل، كيكون فيه شوية ضغط، داكشي علاش. ها هو الرونديفو كما شفتو، هذا هو الرونديفو، ورقة ديال الرونديفو.
كتخلصوا لو فري ديال بي ال اس 168 درهم فاصلة 70 70 سنتيم. كيقول لك ما عرفش واش كاينه هنايا. المهم هذيك فري ديال بي ال اس خاص تخلصها ما تدوزش 72 ساعة. وهنايا بالنسبة إلا بغيت امبريميوها راه ساهل هكا، كي كتسجلوها عندكم في شي بلاصة هنايا في لا كارت ميموار ولا في التليفون، يعني كتمشيو للسيفير ولا شي مصور ولا شي مكتبة هكا تخرجوها. وهنا وصلنا لنهاية الفيديو، كنتمنى ان الفيديو ينال اعجابكم، وما تنساوش تدعموني بالاشتراك والضغط على الجرس باش ديما توصلوا بالجديد، ومع السلامة.